أجركم الله، صلوا على محمد وآل محمد. مقتول ظلما الحسين بن علي، هل شهر الحزن فينا؟ يا رب طفع ولي واستعيدي ذكريات السبط، ولتستقبلي قائما بالعدل آت والرزايا تنجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع. لا يخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، وهو المستعان على الفجائع. وأفضل الصلاة وأكمل السلام على نبي الرحمة محمد وآله الهداة الميامين المنتجبين، ولا سيما حبيبه وأديبه وريحانته الذي قال عنه: حسين مني وأنا من حسين. السلام عليك يا ثار الله. والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، بأبي أنت وأمي ونفسي. يا أبا عبد الله، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. صلى الله عليك عدد ما في علم الله. لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. أعظم الله لنا ولكم الأجر أيها المؤمنون الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل والدعاء في هذه الليلة العظيمة ومن هذه البقعة المباركة، ونعزيكم وجميع الموالين بحلول شهر المصاب محرم الحرام، برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة. وعلى العهد والميقات نعلن الحداد ونرفع أعلام السواد، تأسياً واقتداءً بسيرة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم، وتعظيماً لشعائر الله تعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقبل البدء يتفضل نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد أبو خبيب الحسين. لبيك يا حسين. يشنف لها أسماعنا المقرئ الحاج مصطفى الصراف، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله ومشركين ومن شرك الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تأوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد. تضمخت حمراء تروي قصة الشهداء آن الأوان لتنزلي مخدومة ولتعلن الأحزان بالسوداء هل المحرم فالمدائن كربلا لبيك يا أيام عاشوراء كلمة في هذا المقام المكرم والمشهد المعظم والموقف الجليل يتفضل بإلقائها رئيس ديوان الوقف الشيعي سماحة العلامة السيد
صالح الحيدري نستقبله بصلوات عاليات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على ما أنعم علينا من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ونستعين به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على من اصطفاه من بين خلقه، نبي المحبة والخير والهداية، أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى أهل بيته سفينة النجاة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الأحرار يا سيد الشهداء، السلام عليك ونحن نستذكر التضحيات الجسام من أجل العدالة والرحمة، من أجل خير الناس جميعا، من أجل القضاء على الظلم والظالمين. السلام عليكم أخوتي وأخواتي زائري الإمام الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي يا أبا عبد الله، تتفاعل الأمة في ذكرى الشهادة وذكرى الطف تفاعلاً تصاعدياً منقطع النظير، لأن سيرتك يا سيدي تحمل من قدسية المبادئ وسمو الأهداف وعظمة التضحية وأريج الشهادة ما جعلها بحق سيرة الإنسان الأمثل الذي تجسدت فيه العقيدة بأنصع صفحاتها، والدين بأروع عطائه، وعزة النفس بأعظم صورها. وفي شهر المحرم الحرام من كل عام تكون سيرة الإمام الحسين عليه السلام هي المحور في أحاديث المتحدثين، ليعلنوا أنهم مع أهداف الحسين وأصحاب الحسين. وهكذا وجدنا أنصار الحسين عليه السلام وعشاقه ومحبيه هم أشد قوة وبأسا في الذود عن الحق ومحاربة الباطل دون تردد. ولهذا يا سيدي يا أبا عبد الله، وقف الطغاة أعداء العدل والحق والإنسانية موقف البطش والقتل بوجه كل من يتجه إلى مرقدك، لأنه المنطلق إلى مقارعة الظلم وقوى الشر والطغيان. واستبح هؤلاء الوحوش دم الزائرين بالقتل والذبح والتفجير، واليوم تتجه العناصر التكفيرية من داعش المجرمة المتوحشة الإرهابية في سفك دماء أتباع أهل البيت وغيرهم من الذين لا يسيرون وفق منهجهم الإجرامي. يا سيدي يا أبا عبد الله، الزاحفون إلى كربلاء الشهادة، كربلاء التضحية، كربلاء العقيدة، يعلنون أنهم
على النهج الذي رسمته لهم سائرين، نهج الخير والعدل والإصلاح للبلاد والعباد. يا سيدي يا أبا عبد الله، نحن نهتف دائما ومن الأعماق وبصوت عال وإيمان لا يتزعزع، نهتف جميعا: أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، صادقون ومصممون على أحياء ذكرى استشهادك في سبيل الله وتضحيتك من أجل الأمة ومستقبلها، ونقدم المثل الإيماني والسلوك الإسلامي ودعوة الوفاء والكبرياء، ونتمسك بالحسين وسيرته لنجسد روح العطاء والخير والوئام، ونردد دائما وأبدا بأصوات تشق عنان السماء، نردد جميعا ونقول: هيهات منا الذلة. وعلى بركة الله نستقبل عاشوراء بقلوب عامرة بالإيمان، عامرة بالتقوى، عامرة بالنصر المؤزر على المجرمين القتل أعداء الإنسانية، ونردد معا لنصرة شبابنا الذين يجاهدون في ساحات القتال لمحاربة العناصر المتوحشة التكفيرية، نردد معا شعارنا الأبدي: لبيك يا حسين.